مع الدكتور عمرو الليسي. أعزائي المستمعين، يومكم سعيد وزي اللبن الحليب، ومعاكم عمرو الليسي وكلمة ونص. وزي ما اتكلمنا قبل كده عن مرات كتيرة عن بيع الأوهام للناس، مع أنه اسمه الطبيعي والقانوني نصب، لكن بكل أسف مفيش حد بيتعلم من تجارب غيره، كل واحد فاكر نفسه أشطر من غيره. مرات كتيرة اتكلمنا عن موضوع توظيف الأموال في الصعيد وفي بحري، وكل يوم يظهر واحد يوهم الناس أنه هيوظف لهم فلوسهم ويديهم نسبة ربح كبيرة. ما بيمرش أسبوع يا جماعة إلا ونلاقي كارثة. لسه ما خلصناش من قضية المستريح اللي جمع 100 مليون من الناس وتحاكم وسجن وساب الناس تعبانين، ولسه الموضوع في المحاكم وفلوس الناس تقريبا ضاعت، لكن ما حدش اتعلم. خلال شهر مايو لوحده أكتر من 10 حالات في الدقهلية، 2 اسكندرية، 2 واحد جمع 20 مليون جنيه والتاني جمع 6 مليون جنيه، وفي المنوفية حالتين، واحد جمع 6 مليون والتاني 3 مليون، وست في الإسماعيلية في الصعيد. توظيف الأموال بقى ظاهرة خطيرة جدا بتضرب بره مصر، الناس بتضرب كف على كف، محدش بيتعلم أو بيسمع. كتير حذرنا وقلنا ونبهنا محدش يدي فلوسه كده بسهولة، ومفيش أرباح بالنسبة دي أبدا، وأحوالنا معروفة، لكن لعبة النصب والطمع مستمرة في الصعيد وفي بحري، ولسه الضحايا بيروحوا ويدفعوا برضو فلوسهم، وهم إيه؟ سعداء لأي مغامر نصاب، وهم كمان سعداء، مع ان بالحساب الاقتصادي مفيش نسبة ارباح بالطريقة دي. طبعا الرجل ده نصاب، لكن كمان هو خد الفلوس من الناس بكل سهولة ومن غير غصب ومن غير اقرار. والقانون ايه يا سادة؟ القانون لا يحمي المغفلين. ياريت الناس تبطل تدي فلوسها للنصابين. كان معاكم عمرو الليزي وكلمة ونص. وبكرة كلمة ونص، كتبها اكرم القصاص، اخرجها تامر حسني. أنا مش كدب واسأل ميت مرة، اسأل ميت مرة، سحرك غلب عدى بلاد برة، عدى بلاد برة، وأنا مش كدب.